ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه، ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياة به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن khatimat ingkang mugi-mugi barokah sedaya dados lare ingkang manfaat, sedaya dados lare ingkang ahabbul Quran wa ahabbahum, remen kalih Quran lan diremeni kalih Quran. Maca Quran sing fasih, tapi pertama wau kula bahas khidmah dhateng guru, khidmah dhateng kiai. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن